من المقاصد التي يسعى إليها المسلم في تلاوته كتاب الله عز وجل الحرص على إيمانه، صيانته وزيادته وثباته عليه. وإذا كان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مقرر وكما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإن من أعظم أسباب زيادته تلاوة كتاب الله عز وجل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فما يزال إيمان المؤمن يثبت وما يزال إيمانه يزيد كلما قرأ هذا القرآن العظيم ونزل على قلبه وورد عليه وتأمله وتدبره.